المؤتمر اللي عامله مؤتمر رئيس نادي الزمالك اليوم. أول حاجة رئيس نادي الزمالك قال شوية حاجات كالعادة هاجم النادي الاهل هاجم النادي الأهلي. في مثل عندنا قديم يقول لك يموت الزمار وصوابعه بتلعب. صوابعه بتلعب. يعني على طول طالما أنا زمار بتبقى صوابعي بتلعب كده وأنا شغال على الناي. الله يرحمه بقى ولا يديله الصحة أظن أستاذ عفت مات. أستاذ عفت كان أشهر عازف ناي. فعمل النهارده مؤتمر قال لك لرموز النادي ورموز النادي دول هم العاملين في النادي اسمعني بقى هم العاملين في النادي في قطاعات الناشئين والحكايه والروايه اللي كان قال لهم اعملوا فيديوهات وبعدين الناس كلموني وبتاع وبعدين ايه اتقفل الموضوع اللي بي... ده مش حديث احمد علي بيقول لي حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتمردوا فتمردوا فتموت انا كنت ظن زمان وانا صغير انه حديث وحد قريب قال لي انه حديث رجعت لاحد العلماء قال لي لا ده مش حديث لا تتمردوا فتمرضوا فتموتوا ده مش حديث طيب نيجي النهارده المؤتمر بقى اللي عامله مرتضى عمل النهارده مؤتمر مرتضى جاب فيه الناس القدام القدامه وجاب الادمنز بتوع كل الصفحات الزملكاويه الصفحات البيضاء وعمل مؤتمر أك اول حاجه فرم فيه النادي الاهلي والسبب ان النادي الاهلي بيدافع عن حقه المشروع وهي لائحه نادي ق... لقب نادي القرن الاهلي واخد لقب نادي القرن وعامله علامه تجاريه وحطوا على الشعار عربي وانجليزي وكده وسجله كعلامه تجاريه منذ فوزه به في 22 مايو سنه 2000 ماشي وبيدافع عن هذا الامر وطلب معاه الوزير بشيل بدفع بامر رئيس نادي الزمالك انه يشيل وعمل انذار لرئيس نادي الزمالك ويرفع قضيه في المحكمه الاقتصاديه وهيلجأ للاتحاد الافريقي ويلجأ للاتحاد الدولي ويلجأ للمحكمه الرياضيه، حقه وياخد التعويضات اللي هو عاوزها. لكن ده مش ما يعني انت دلوقتي بتقول لا هو كده هو كده ده ما ينفعش في علم الاداره ولا في المؤسسات الرياضيه الكبرى. تنفع في اي امر اخر. انت عاوز انت شايف نفسك مظلوم؟ عندك حق. طب مين خصمك؟ ليس النادي الاهلي. خصم مرتضى لو حب يلجأ في قضيه نادي القرن هو الاتحاد الافريقي. ليه؟ أنت الاتحاد الافريقي صاحب القرار. يعني ايه؟ يعني اسمها هيطعن على القرار الصادر من الاتحاد الافريقي لكره القدم بمنح النادي الاهلي لقب نادي القرن. حقه اعمله. لكن ما تعلقش يافطه. ما تقولش انا نادي القرن. ما تشجعش الشباب المتحمس لنادي الزمالك القلعه الرياضيه العظيمه على الكراهيه على تعمق لديه الشعور بالمظلوميه والشعور بان هو دايما مقهور والشعور بان الاهلي بيحصل على البطولات بالمجاملات والمحسوبيه زي ما انت حاطط كل ده ما ينفعش يا جماعه كل ده ما ينفعش كل ده ما ينفعش وجمهور نادي الزمالك بيفهم وجمهور عظيم وواعي وعارف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى وايه اللي بيدور وبالتالي ما ينفعش انا اجيبهم بقى في مؤتمر وحشت عندنا مندوبين هناك اكتر من مندوب فقال لك هاجم النادي الاهلي على موضوع نادي القرن وقال لك مش هشيل اليافطه وهلجا للاتحاد الكوره اتحاد الكوره مش جهه تلجا لها اتحاد الكوره تروح له عشان يبعت للكاف لكن لما تحب تروح المحكمه الرياضيه تروح على لوحدك على طول تروح على المحكمه الرياضيه وما مش هترفع ضد النادي الاهلي هترفع ضد الكاف انا اللي بقول لك رغم ان لا خبير رياضي ولا خبير لوائح ولا عبقري زي الاستاذ محمد بيوم بس انا بقول لك الاهلي مش خصمك فبالتالي لا يجب ابدا التحامل على النادي الاهلي والهجوم على النادي الاهلي في مؤتمرات جماهيريه وانت رئيس نادي الزمالك، ليه؟ لانك انت بتزرع كده كراهيه الاهلي وبغض الاهلي والدعاء وتدعي ان الاهلي ظلمك، الاهلي ما ظلمكش. عندك مشكله حلها مع الاتحاد الافريقي. فالنهارده في المؤتمر فارم النادي الاهلي وقال ان العلامات التجاريه خاصه بالمحلات والمطاعم وليس لافته. ولم يكن اعلم انها سوف تسبب كل هذا الضيق، والزمالك نادي القرن الافريقي الحقيقي. لا العلامات التجاريه مش خاصه بالمطاعم والشركات فقط، وبالانديه. شعار نادي الزمالك ده علامه تجاريه له، لانه بيسوق من خلاله. الشعار ده لما ما ينفعش اخد الشعار ده واحطه كده مكان هنا واقول لا ده ده تيشرت ليفربول. لا ده تيشرت الزمالك يبقى تيشرت الزمالك بالوانه وهكذا. وقال سنذهب الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري ده غلط الاتحاد الدولي ملوش مش طرف المحكمه الرياضيه اللي طرف النهاردة في زميل شاطر ومتميز في يلا كوره لازم اقول اسم لازم اقول اسم عمل النهارده تقرير حلو اسمه ايه بقى اسمه هادي اظن اه هادي المدني عامل تقرير مع مسؤول اتصالات في المحكمه الرياضيه الدوليه كاتي هوج قال لك في ايه؟ اللي عايز يجي لنا يجي لنا. بس انت هتطعن في قرار مر عليه 21 يوم مش 20 سنه. يبقى لازم برضاء الطرفين، برضاء الزمالك والاتحاد الافريقي. برضاء الزمالك والاتحاد الافريقي. يعني المحكمة الرياضية بتقول لك إن إن التقاضي ده سقط بالتقادم. لكن الأهلي برضه مش طرف. عاوز تروح للمحكمة الرياضية الدولية تبقى أنت والاتحاد الأفريقي مع بعض. وانا اؤكد لسيادتك ان الموضوع كله يبقى كلام في كلام واؤكد لسيادتك ان الزمالك لن يتخذ خطوه فعليه واجرائيه حاسمه فهنا زي ما الراجل بيقول هو كاتي هوج وجايب منه تصريح الاستاذ هادي المدني في يلا كوره قال لك بعد مرور 21 20 يوم 21 يوم لا يحق لك التقاضي الا اذا كان ده بموافقه الطرفين قبلوا الاثنين بالتحكيم مين اللي هيقبل بالتحكيم هنا الاتحاد الافريقي لكره القدم مش النادي الاهلي النادي الاهلي ليس طرفا في المساله لكن النادي الاهلي حصل على لقب نادي القرن في افريقيا في 22 مايو 2000 من حقه انه يدافع عنه ايوه يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه عواد ايوه حصل حصل وعادي ان المسحه بتظهر في نفس اليوم عادي ده نادي الزمالك وده النادي الاهلي وده الدوري المصري وده اتحاد الكوره لكن بالنسبة لعواد ممكن يبقى كان عاملها امبارح بتاع عملها بدري ما اعرفش انا في التكنولوجيا. لكن الحمد لله المسحه سلبية. المسحه تانية سلبية. بعد اقل من اسبوع. وده لازم وزارة الصحة تشوف ايه اللي عمله عواد وايه البروتوكول نفذه عشان كلنا ننفذه. طيب. هاجم بقى رئيس نادي الزمالك بس مش النادي الاهلي. لكن قرر ازالة اسماء كل من الاسطوره المعلم كابتن حسن شحاته الذي اسعد المصريين باربع بطولات افريقيه. واحده لما تاهل لكاس العالم مش فاكر كسب ولا ما كسبش في 2003 وثلاث بطولات مع الكبار وتفوق على الجميع ولكن ما راحش كاس العالم ولعب مباراه في السودان. قرر ازاله اسماء الاسطوره حسن شحاته من منشات النادي و الغاء اسم البرنس المحترم رمز نادي الزمالك الحقيقي الناس اللي تقدرها وتشيلها فوق الراس الكابتن اشرف قاسم لا انا شفت حسن شحاته اتكلم ولا علق في حاجه ولا شفت اشرف قاسم اتكلم ولا علق في حاجه ناس كافين خيرهم شرهم يتعاملون باحترام مع الجميع ويقدرون الجميع ويدافعون عن نادي الزمالك لكن هو مش عاوز اللي يدافع عن نادي الزمالك عاوز اللي يدافع عنه عاوز اللي يدافع عنه طيب ووجه اللوم الى كل من الاسطوره حزم امام والاسطوره ايمن يونس لعدم تلبيه دعوه حضور اجتماع مجلس الاداره مع الناد الناس دي كافية خيرها اخرها شرها واخده جنب لا واقفه مع مرتضى ولا واقفه ضد مرتضى وهذا امر سلبي بالنسبه للكابتن ايمن يونس وبالنسبه للكابتن حازم امام لازم تكون لك راي وايجابي وحازم امام قال لك انا متضامن في قضيه نادر القرن خلاص روح اقعد وقف مع مرتضى وسنده دعمه حقك وحق مرتضى عليك انك تعمل كده يا حاز ما كابتن ايمن يونس رايه ايه لكن الاثنين ما تروحوش آه الراجل وجه لكم اللوم ما اعرفش بقى لكم حاجات بقى يشيلوا اسمكم من عليها ولا لا لكن شال حسن شحاته وشال اشرف قاسم طب اشرف قاسم عونه ما شفته بيغلط في حد وراجل محترم وبرنس بجد ورمز عظيم لنادي الزمالك لكن الشله اللي موجوده زي ما قال ايناس ولا مش فاكر مين قال لك لو قال على الكوكاكولا بيبسي هيقول على الكوكاكولا بيبس هيقولوا الدوري ما ينفعش من اول كارترون قال لك ما ينفعش نلعب دوري والواد حازم امام يا عيني قاعد يعيط حازم امام الصغير مش الكبير قاعد يعيط ويقول لك ما ينفعش ننزل وهنموت ومش عارف ايه ولازم ومش هنلعب كوره غير لما تلاقوا علاج هاتوا لنا مصر وأمير قال لك بحكم قربي من اللاعبين من الاستحالة إن هم ينزلوا قبل ما نلاقي علاج لكورونا. النهارده نزلوا وأجروا المسح ومن يوم السبت اللي فات زي ممكن أبو المعاطم انفرض كانوا بيتمرنوا في الجيم وممكن يتمرنوا من يوم السبت على طول فين؟ ولا لحد في الملعب. بس اللعيبة بتعمل إيه بقى؟ اللعيبة دلوقتي بتروح تقبض فلوسها الأول 50% عن الأربع شهور شهرين، كل واحد ياخد ياخد فلوسه. وجنبها ورقه كده مستند يمضي على التنازل عن 50% عن اربعه اشهر الماضيه. طبعا حسن شحاته اسطوره يا عم غصب عن اي حد طبعا برافو عليك. وان الاحترام الاهلاويه والزملكاويه وكل عشاق كره القدم من المحيط الى الخليج. وراجل محترم 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 محترم. حد بيقول لي فين صور المسحه ما يعملوش مسحه لا يا عم يا يعني. عم. صور المسحه مع انكل ابو المعاط وجبتها لكم والله بس انت كنت متاخر. اهو. طارق حامد اهو شايف طارق حامد بيعمل مسحه ما خافش نازل طارق حامد يا عم ابو المعاطي انت وبالغ بقى اهو عبد الله جمعه زيزو اهو اهو كارتيرون اهو كله بيعمل مسحه اهو بيعملوا مسحه هم مبسوطين ومش خايفين قال لك بيخافوا ينزلوا من البيت اهو اصغر لعيب اهو مصطفى محمد نزلوا عمل مسحه الرجاله وزي الفل زي الفل حتى عواد ربنا كرمه بعد خمس ست ايام عملت ايه يا عواد؟ انا مش عارف يا عواد الله اعمل معاك ايه؟ كل ما قلبي يحن عليك يا ابني عليك إيه بتعمل حاجه غريبه في سلام عليك يا عوان بس قول لنا عملت ايه عشان نعمل زي فالمؤتمر شغال وشغال شتيمه في الجميع وشغال تطاول على الجميع كالعاده لكننا نرفض الرد على اي سباب او شتاء توجه إلينا من رئيس نادي الزمالك أو من أعوانه أو من أتباعه أو حتى أي اتهامات نوكل في ربنا سبحانه وتعالى لكن نتعامل مع الزمالك على أنه قلعة رياضية عظيمة لها كل الاحترام وكل التقدير ورموزها لهم كل الاحترام وكل التقدير وفي مقدمتهم الأسطورة حسن شحاتة والبرنس أشرف آس والبرنس أيضا حازم إمام أو الأمبراطور حازم إمام والفيلسوف أيمن يونس الذين تم التطاول عليهم خلال المؤتمر والغاء حاجاته طيب ده موضوع كده قلنا كده الاجتماع والحكايه والروايه طيب واحنا بنتكلم برضو على الزمالك عاوز اروح لنقطه مهمه قلت لكم امبارح ان كلام حماده شادي غلط ان احنا ان الاهلي والزمالك والرجاء والوداد هيلعبوا فين في الكاميرا وقلت لكم ان في جهود بيبذلها مين هنا بريده وفي لك النهارده وسائل الاعلام المغربيه قالت لك ايه؟ ان موقع 360 ده هتقول لي مغربي ليه؟ اقول لك ما خلاص بقى المغاربه هم اللي استولوا دوت على الكاف. اسمع ايوه مش قادر تنفيذه ما مصريين خلاص. قال لك المغاربه اللي اعلنوا ان الامارات هي الاقرب لاستضافه قبل النهائي في دوري الابطال. وتواصلت مع المهندس هنا بريدة ليس شخصيا لانه عنده هاله كده معمول له هاله كده حواليه زي ما لكم كده وبعدين دايره كده وبعدين دايره كده وبعدين دايره كده وبعد ليه ما عرفش? وهو عرفش ما تعرفش بقى عاملين له ما